صح سؤال جاوبني تمام لما تخمم. ليس بالتزوير وإنما أنا أطمئن إلى السلطة التي خاصة أنني أعرف وجوها كثيرة لا يرضون بأن تمرر التزويرات على أيديهم في السلطة. قل لك لن يكون هنالك انتخابات مع بدوي مع بن صالح. تناكش الكثير من الشخصيات التي نعرفها يستحيل أن ترضى بأن يلتف حول الصناديق. نعم حول الصناديق. استفزازي للشعب الجزائري. خطابك بن صالح اليوم هو استفزاز للشعب الجزائري، وكأنك تقول لهم أنا باق هنا لن أتحرك. Thank you.